بكون معانا زوجين صار لهم سنين طويلة مع بعض وتعرفوا على بعض عن طريق العمل وبدت قصة حبهم وتزوجوا بعد 4 شهور وبعد 11 سنة ما زالوا نموذج جميل للأزواج المتحابين والمنسجمين. عندهم طرق تواصل مرة حلوة، ممكن اليوم يشاركونا تجربتهم وكيف يحافظون عليها من دون أي مبالغات. يسعد صباحكم محمد وميلان، أهلا فيكم معنا. صباح الخير. طبعا أنتم الحين لكم 11 سنة متزوجين وما شاء الله يعني تعتبرون نموذج حلو إيجابي للزواج الناجح. الحمد لله. أول شيء كيف تعرفتوا على بعض؟ كم سنة يعني صار لكم متزوجين بالضبط؟ إحنا نقول 11 بس هل في زيادة أو في أقل؟ تقريبا بين 10 و 11 سنة. من 2011 نحن تزوجنا. ما شاء الله. تعرفنا على بعض بالشغل بالعمل بسوريا. حلو، بالصدفة كذا حسيتوا انكم تحبون بعض وتبغون تتزوجوا؟ مش حب، هلا احنا وصلنا لنتيجة انه صار في وعي، يعني كمان في يعني اخذنا بعض عن وعي اكثر، انه عن حب وعن عشق وعن الامور هاي. اكيد في حب، في اعجاب، بس بالنهاية بيرجع موضوع التفاهم والاحترام، الشيء اللي كنا عم نحكيه تحت الهواء. قلنا الاحترام والتفاهم احيانا اهم من الحب. أكيد بالارتباط. وبظنك انه هذه بدايه ناجحه، انه ما يفكرون بس في الحب والمشاعر. طبعا لان قلنا اكو الحب الناضج المتعقل واكو الحب الرومانسي، حب الافلام والسندريلا. زين، طيب. فهم على الحب الناضج يعني المتعقل. ممتاز، ويمكن هذا اللي خلاهم يستمرون. لانه علاقتنا كثير صعبه لانه احنا شغلنا دائما مع بعض. اي هذا اللي انا كنت بسال عنه، انه انتم دائما مع بعض يعني شغلنا مع بعض. صح. بس الحمد لله يعني قدرنا هيك. طيب. خبره السنين هي اعطتنا هذا الشيء اللي اكتسبناه انه بنقدر. احنا بنسالكم اسئله ثانيه، مين فيكم يحب او يدلل الثاني اكثر؟ سؤال صعب. جاوب. يلا انا ما حقول انا، لانه اذا قلت انا هي بتقلي لا انا اكثر. يعني صراحه يعني في تعادل بال. طيب ايش سر نجاح علاقتكم؟ ثقه والاحترام. طبعا الاحترام بيجي قبل الثقه اكيد، ونحن دومين شغلنا صعب شوي، ففي ثقه متبادله، في تفاهم حلو، في رواء بالعلاقه، بنسمع كل واحد بيسمع للطرف الثاني حتى لو كانت وجهات نظرنا مختلفه، بس بنحترم اراء بعض. واكيد ما في اثنين كاملين يعني اكيد الا ما يكون في اختلاف بالاراء، اختلاف باي شيء، بس بالنهايه بتوصلوا لنتيجه بالنقاش. صح. انه يتوصلوا لنتيجه صحيحه، يعني انه يتفاهموا مع بعض. احلى شيء قالت ميلان هدى، قالت انه نسمع لبعض. صح. وهذه نقطه جدا مهمه، لازم الشريكين يسمعوا لبعض، لان انت لما تسمعين تاخذين وقتك. صح. حتى تستوعبين كل اللي صار، وساعات لما ناخذ وقت نستوعب نهدى. صحيح. المشكله تتلاشى، الاختلافات تصير، ويظهر شنو؟ يظهر تفهم. أكيد. للاخر. طيب ايش اصعب سنه مريتوا فيها؟ هل هي اول سنه زي ما الكل يقول، ولا بعدين انه حسيتوا انه في سنه مرت عليكم مره صعبه؟ في طبعا اكيد لكي ما في اثنين بدايه الشراكه او الزواج ما بيصير في اختلاف، قد ما كان في توافق بيناتهم بالبدايه وقت بيعيشوا مع بعض بيسكنوا مع بعض وبيصيروا تحت سقف واحد. أكيد. اجباري بده يصير في اختلاف. بس انتم ايش اصعب سنه؟ اول سنه؟ لا ما بدنا نقول اول سنه، هي أول عسل سنة. هي بتعيشي انه كانت حياتنا شغل وشهر اول سنه وسنتين هدول بتحسيهم. يعني فيني أقول أصعب مرحلة لما إجت البنوتة. ايه. صراحة صار في مسؤولية، كل حدا مع التاني يشوف أنه أنا مسؤوليته أكبر، بتعرفي وجود البيبي والتعاون بعد يمكن يزود العلاقة نضج ويخليها مترابطة أكثر. طيب السؤال لك ميلان، من 10 كم تدللين زوجك بدون غش؟ دلله؟ ما فيني اقول لك 9 من 10 لانه الرجال ما خرج الدلل اليوم 9 من 10. اوه لا هذه صريحه يعني. يعني اهنيك صراحه على الصراحه والشجاعه. ابدا يعني بوشه، بس يعني فيك تقولي، خلينا نقول صراحه يعني 7 من 10. 7 من 10. هل انت راضي عن هذه النتيجه ولا يعني مسلم امرك لله؟ خليك صريح وواضح، عبر عن مشارك، لا تكتمها في قلبك. عبر وين انتوا 3 نساء يعني قدامي شو بدي اعبر؟ انت من 10. طيب خلينا نشوف محمد، انت من 10 كم تدللها؟ انا يعني ممكن نقول 8 من 10. حلو، يعني هو اكثر منك اكيد. يعني نحن كمان ليدي لازم نتدلل اكثر. صح.
يعني ان شاء الله الله يتمم عليكم الحب والسعاده. وانا صراحه كثير انبسط لما اشوف اثنين متزوجين فتره طويله ومتفاهمين وماخذين الامور بهدوء وتفاهم، فالله يتمم عليكم.